هوا یہ فضا. ماں تم میری ماں نہیں ہو. لتی لیکن وہ تو ریشمی بلاتے ہیں. میرا نام ریشما نہیں ہے. سومو سوم پرکاش دو نام ہے. نہیں ایک ہی سے بلا دو. اے زندگی یہ گلے لگا لے. کیا ہوا؟ دیکھو نانی یہ سوما مجھے ہر وقت ڈانٹتا رہتا ہے. سوما ارے 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 اے پرمد چی 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 آہا 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 ایک سپنا دے جارے. في فيلم نزل في بداية الثمانينات هذا الفيلم اسمه صدمة. بصراحة هو الفيلم اسم على مسمى. تروح السينما وانت عمرك 8 سنين او 10 سنين استغفر الله تتفاجأ ان البطل الفيلم كمل حسن. رجعنا مرة ثانية على الشنب. بطل عنده شنب. نحن كنا نشوف بطل عنده شنب نضايق. بطل عنده شنب شو مو بحلو مو بطل كذي يعني تعرفون. فكان يوم العيد الفيلم لابس كندورة جديدة والعيد ومجمع عيديتي وما أعرف يسمونه. وآخرة الفيلم اللي معروض في يوم العيد ترى كنا ما ندري نحن شو هو فيلم العيد. اللي أكبر منا كان يدري. نحن صغار نحن نروح السينما. أنا حتى يمكن أركب الباص بعدين أنزل في محطة أو إذا ركبنا تاكسي من المحطة هذه ويوصلنا السينما اخبي كذي ويهي ما ادري اعرف شو الفيلم ابتفاجئ. لان ذيك الايام شو كان ما كان في يعني سوشيال ميديا ولا غير اللهم مجلات وجرائد وتينا كل اسبوع مره وكل شهر مره المجلات. فما نعرف شو فيلم العيد. فكنا نغطي عيننا كذي. كنت اغطي عيني اول ما اوصل عند السينما كذي افتح شوي شوي شوي, شوي, شوي ابتفاجئ يطلع لي شو الفيلم. اشوف البوستر اوب هذا الفيلم وهذا الفيلم يا سلام هذا الفيلم كذي يعني. فكان فيلم صدمه. فانصدمنا أنا انصدمت. شو هذا بطل عنده شنب ما في وزحمة وطابور على البوكس أوفيس يشترون تذاكر. قلت يلا نشتري تذكرة ما يعني. وصلت بعد أرجع البيت. بيتي بعيد نص ساعة بعد أرجع وأنا واصل هني خلاص. دفعنا كم 10 روبيات 10 دراهم اللي هي كانت القاعدة فوق 10 دراهم تحت كانت 5 دراهم. تحت كان فل خلاص ما فيها أماكن. فاضطريت اني ادفع 10 دراهم عشان اقعد فوق. قعدنا 10 دراهم فوق انا وربعي. اشتغل الفيلم صدمه. شفت البدايه ممله. سير ديبي اغنيه مع صديقات وكذي وهذا خلى افلام. احنا هذه احنا نشوف فيلم اكشن نبغى نشوف شيء شي مثل ما الحين يحبون يشوفوا تاكا شروف. ما في شيء عادي. فجاه الفيلم انقلب. يصير له حادث ويطلع البطل كمال حسن والقصة شوية بدأت تتغير. وبعدها بالنسبة لنا كان ملل. متى صار الفيلم ممتع؟ يعني بدينا نشوف حركات سير ديبي الطفولية. يعني تطلع حركات طلع لسانها وتسوي حركات الأسلوب هذا أنت كطفل بتحبها. بدينا نحب الفيلم ونعجبنا وايد في الفيلم واندمجنا في اسلوب محاكاة الفيلم. الكل الجمهور كله مستمتع. حتى الطفل كان مستمتع. الطفل اللي كان ما يحب يشوف الافلام حتى اني مستمتع مع اداء كمال حسن. مو مشكله هذا مو بطل بس قاعد يؤدي حلو صراحه. مو شرط انه يكون معظم مو شرط انه يكون قاعد يضارب مع المثل ينضرب مو مشكله. بس انا قاعد اشوف قصه حلوه وسير ديوي شايله الفيلم كان بشكل كبير جدا. فيلم رائع بكل المقاييس. القصه الانسانيه الكوميديه فلسفة الحياة موضوع الأداء الدرامي عند كمال حسن وكذلك سير ديبي كل هالأمور. أنا طبعا بعد ما كبرت استرجعت في مرة ثانية شفته مرة ثانية شفت أن الفيلم هذا يقدر يعيش معاك مش بس ذيك الفترة. يقدر يعيش معاك هذه الفترة وحتى الفترات القادمة من الأفلام التي تعيش لمدة 100 سنة أيضا تشوفها ولا تمل منها. فيلم لكل الأزمنة وكل العصور. ما راح انت يمشوف هالفيلم راح تدقق في موضوع الحين يعني. يقول يا اخي لا تعال وين الموبايل
تعال ما في واتساب، تعال ها ها ها. ليش ما يسوي شيء؟ ايه ما عندهم كان انستغرام ذيك. لا تندمج مع الفيلم، بتندمج مع الفيلم، بتقول له يا اخي القصه هذه في زمننا الحالي. وحلو انها كانت النهايه واقعيه. اي نعم انا كنت صغير وما اشوف النهايه اقول يا اخي يا الله النهايه خربت على الفيلم، يا ريت لو ما كانت هذه النهايه، لان كنا متعودين ان لازم النهايه تكون سعيده. لا مو بشرط ان النهايه تكون دائما سعيده، انت بتكبر تعرف ان لازم بعد النهايه تكون تعيسه وتكون فيها حزن. فهذا الفيلم اللي شفته يوم العيد من اروع الافلام، من اجمل الافلام اللي شفتها انا بصراحه في سنه 84 تقريبا 83 في عيد، كان ما اعرف ما اتذكر عاد عيد الاضحى ولا عيد الفطر، بس زحمه كان على الفيلم. من الافلام الرائعه والجميله، وانصح الناس اللي ما شافت هذا الفيلم يشوفون هذا الفيلم. موجود طبعا على الاونلاين ولا اي مكان.